وللمزيد ينضم إلينا رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا رائد. أهلا وسهلا رائد. لنبدأ من الولايات المتحدة، يعني يشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا في مايو تحديدا إلى أن ما قام به المركز الأمريكي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة، ما رأيك؟ يعني كانت المصطلح الذي أطلق عليه الفيدرالي أو جيروم باول تحديدا اللي هو ستيكي انفليشن، وهو التضخم صعب الميراث البطيء بالتفاعل مع قرارات السياسة النقدية الأخيرة التي تم اتباعها من قبل الفيدرالي، رفعات أسعار فائدة بشكل متتالي وقوية، وأيضا يعد بمزيد من الرفعات خلال تعاملات هذا العام، رفعتين لأسعار الفائدة. الآن احتمالية رفع أسعار الفائدة وصلت حسب أداة توقع السي ام اي لأسعار الفائدة إلى 85%، بالتالي اجتماع يوليو الحالي ممكن يكون ينتج عنه رفعة لأسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، هذا متوقع وبشكل كبير حاليا وفق هذه الاحتمالية. السبب في ذلك أن التضخم لا يتجاوب بعد مع مستويات أسعار الفائدة، وممكن يكون عملية السياسة النقدية المتشددة تستمر حتى نهاية تعاملات هذا العام، وذلك بطريقة غير مباشرة راح يسبب قوة في الدولار الأمريكي بشكل كبير جدا أمام معظم نظرائه، وأيضا سيسبب نوع من خلينا نقول التوتر أو التذبذب واسع النطاق في الأسواق لصعوبة تفسير الخطوة القادمة من قبل الفيدرال الأمريكي، لأنه من جهة عندي أداء إيجابي وعندي مخاوف من الركود الاقتصادي الذي قد يحدث، وعندي مخاوف من الانتكاسات للبنوك التي بدأت تخسر من ربحيتها بنتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، وكذلك الأمر راح يكون يشجع نوع من بنسميه احنا الفاينانشال بلامبنج، اللي هو تغييرات في السندات القصيرة مقابل الطويلة الأجل. راح يكون في عندنا سوابين كثير بالفترة القادمة، وذلك نتيجة لتعويض هذا الفرق الكبير في أسعار الفائدة الذي سوف يرفع من تكلفة الاقتراض إجمالا داخل الاقتصاد الأمريكي. يعني رأينا أوريدي هناك الارتفاعات على الدولار والذي أثر حتى على الذهب، وذلك وسط ارتفاعات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. لأي مدى يعني اعتقادك سيصل الدولار خاصة بعد قرار الفيدرالي هلا؟ يعني أعتقد الآن المسار مفتوح أمام مزيد وقوة من الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، لأنه نحن عم نشوف بيانات إيجابية تدعم قرار الفيدرالي برفعات أسعار الفائدة. أداء أسواق الأسهم لا يعكس أبدا حقيقة أنه في عنا أي مخاوف للركود، بالعكس عم يكون في عنا ارتفاعات قوية في أسواق الأسهم. جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، داو جونز وناسداك واسم بي، أنه النص في الأول من العام بارتفاعات كبيرة جدا، يعني شفنا 13% على ناسداك. بالتالي نحن عم نشوف أريحية كبيرة لدى الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة، لأنه أنا كمان عندي مشكلة التضخم الذي لم يصل بعد إلى أسعار المستهدفة عند 2%، وهذا ممكن يضغط على سوق السندات بالفترة القادمة بعض الشيء، نتيجة أنه في عندي أنا أسعار فائدة أعلى، وبالتالي راح يكون وفي عندي أسواق أسهم مرتفعة، بالتالي راح يكون في عندنا تخوف من الفترة القادمة لشراء السندات مطولة أو متوسطة الأجل الأمريكية، لأنه راح يكون فيها أسعار فائدة أقل خلال الفترة المستقبلية، لأنه راح يكون في محاولة لتفادي الركود الاقتصادي الذي قد يحدث من نتيجة الرفع حاد في أسعار الفائدة حاليا. طيب رائد، أخيرا في أسواق النفط، يعني رأينا الانتعاش فور صدور تمديد الإضافي، التخفيض الإضافي من السعودية وروسيا، يعني لأي أسعار ستصل النفط برنت والنايمكس بعد يعني لنقول قبل الاجتماع أوبك بلس المقبل؟ يعني بعد ما كان الارتفاع تقريبا بحوالي 1.7% عادل التراجع بشكل سريع عن النفط شفناه خلال تعاملات اليوم. العملية ليست فقط هي تحكم بالمعروض، ممكن يكون أنه قرار أوبك بلس يساعد باستقرار أسعار النفط، ولكن الطلب هو المحرك الرئيسي بالفترة القادمة. شفنا استهلاك أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، شفنا العديد من العوامل، ولكن قوة الدولار الأمريكي، تأثر الاقتصادات بانخفاض طلبها على النفط في الفترة المستقبلية، ممكن يأثر بشكل أو بآخر على أنه النفط يكون عندي تحت الضغط بالفترة القادمة. نعم. ولكن مستقر، خلينا نقول يستقر الـ WTI فوق $72 للبرميل. شكرا رائد الخضر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.